اليوم نتشرف بافتتاح فعالية طفل يقرأ الثانية تحت رعاية وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عادل الفلاح والشيخ مضي الحمود الصباح. هذه الفعالية فعالية ثقافية خاصة بالطفل، تعنى بتعزيز الثقافة لدى الطفل بأركان مختلفة، أربع أركان خاصة للطفل وركن خاص لخواتنا الأمهات. الفعالية ممتدة إلى غدا في نفس الوقت من الساعة 5 إلى الساعة 9 للأطفال من الفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة. اليوم عندنا فعالية ومدتها يومين، هي فعالية طفل يقرأ، فيها أكثر من ركن، نستوعب تقريبا 300 طفل. الفعالية في ديسكفري مول، خلني وياكم أشرح لكم بس الأركان. عندنا ركن الأشغال اليدوية وركن الاستوديو، وهم عندنا ركن للقصة وركن للألعاب. فحياكم الله، واللي حابب عياله احنا بنتظاركم، وحياكم الله. حيدر الظفري مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية لسنة 2014، وان شاء الله انا راح ابدا عمل البرلمان اذا الله وافقني، بالتعاون مع الإخوان في مجلس الأمة بما في مصلحة الوطن والمواطنين، وإن شاء الله أكون من حسن ظن أهالي المنطقة. يعني أنا راح أكون عضو من مجموعة أعضاء، لا أقدر أفرض عليهم أي شيء، ولكن أنا راح أتبنى الوحدة الوطنية وأعيد بعض الأمثلة عن التاريخ الكويتي القديم، كيف كانت الوحدة الوطنية هي أساس أمان البلد وتقوية اقتصاد. إذا هناك في وحدة وطنية في البلد، إذا راح تولد عندك الأمن، والأمن راح يجيب لك الاقتصاد. اقتصاد بدون أمن ما راح يكون موجود. فإذا الوحدة الوطنية مطلوبة الآن بتغريسها في نفوس وعقول أبنائنا حتى نعيد الوحدة الوطنية كما كانت أيام الآباء والأجداد. مرشح تكميلية الدائرة الثانية أخوكم الدكتور محمد مناع الرشيدي. طبعا احنا لا نستطيع ان نتكلم على برنامج انتخابي كوننا المجلس قائم وموجود وهناك 45 عضو يمثلون من صوتوا لهم، لكن اواعد الناخبين بان يكون لي موقف جاد وموقف يكون في مصلحة المواطن. باختصار شديد احمل هموم وامال المواطنين وأتشرف بخدمتهم. أنا بشكل عام أدعو إلى التهدئة ومعالجة الأمور بحكمة، والوضع اللي قاعد يصير الواجب فيه التهدئة بشكل عام. يعني برنامجي راح أعرضه إن شاء الله على مواطنيني في الدائرة، وراح يكون هناك مقر، وراح يكون هناك محاضرات إن شاء الله مع الناخبين، راح ان شاء الله باذن الله عز وجل نتكلم، والوضع كله معروف. يعني ما مو بحاجه ان الانسان يشرح للناخب، لان الناخب صار اعلى من المرشح. اخوكم محمد عويد المطيري مرشح الدائره الثانيه. لله الحمد والمنه وعلى ما تفضل به الله سبحانه وتعالى على النعم الكثيره لهذا البلد الطيب. اليوم احنا في مرحله يجب ان نلتفت بها إلى المواطن الكويتي. الكل ملتفت إلى الوطن بجميع طوائفنا، بجميع قبائلنا، بجميع فئاتنا، ولكن في هواجس كثيرة يحملها المواطن الكويتي قابت عن ذهن الحكومة، وقابت عن ذهن بعض أعضاء مجلس الأمة، وقابت عن ذهن بعض التيارات السياسية، وقابت عن ذهن بعض المشاريع الحكومية، وغابت عن كثير من الخطط المستقبلية. اليوم يجب أن نقف موقف حازم تجاه متطلبات هذا الشعب، الشعب الذي كانت له كلمة في 2/8، الذي لم يرتضي إلا آل الصباح حكاما له. فوفاء لهذا الشعب الطيب، وفاء لهذا الشعب الذي قلب على أمره، يجب أن نقف موقف شجاع و تكون لنا وقفة جريئة. يجب أن نعطي صوتنا أخوان إلى
الصادق في الكلمة الذي يحمل جميع هموم المواطن على عاتقه. اليوم عندنا مشاكل كثيرة في جميع المجالات، منها الإسكانية، منها الصحية، منها التعليمية، منها البيئية، منها المرورية، في جميع المشاكل. مع الأسف الشديد عندنا رؤية حق سمو الأمير الله يحفظه لجعل الكويت مركز مالي وتجاري عند سنة 2035، ولكن لم نرى أي تكاتف من وزارات الدولة لتحقيق هذا المطلب السامي. أين نحن الآن من هذه الرؤية؟ هل الوزارات متعاونة مع بعض أم جميع الوزارات كل يشتغل يعمل لوحده؟ يجب أن ننظر نظرة شمولية لهذا المشروع الحيوي الذي سوف يبغينا في المقدمة بين دول المنطقة، بين دول الشرق الأوسط. وعائد هذا المشروع وهذه الرؤية سوف تنعكس انعكاسا إيجابيا على المواطن، ولكن المواطن اليوم يئن. أنا أقول حق إخواني المواطنين اليوم، الكلمة كلمتكم، حتى في الانتخابات القادمة أو في أي انتخابات أخرى يجب اختيار المرشح أو النائب الذي يمثل طموحكم، يمثل الهواجس التي نعيشها كلنا. اليوم المرأة المطلقة الأرملة تعيش هاجس، اليوم الشاب البنت تعيش هاجس. فلمتى إحنا نحط إيدينا بيدين أشخاص فقط شعارات انتخابية، ولما يوصلون المجلس كل شعاراتهم تذهب هباء منثورة وتذهب مع أو تضع في أدراج الرياح. فرجاء أخوي اليوم يجب أن نختار الشخصية المناسبة. أنا لا أزكي نفسي، ولكن أمامكم الحكم. ترشحت في الدائرة الثانية انطلاقا من قاعدة سبق أن نزلت أنا في الدائرة الثانية، كان لي 3095 صوت. طبعا الفرزنة اللي كان موجود في الدوائر كان لي 550 في المنصورية، في القادسية 600، في صلابيخات 1200. اليوم أنا بحاجة النجاح اللي أشوفها يمكن 2000 وشوي في الدائرة الثانية. أنا أنادي أبناء الوطن بجميع طوائفهم بقبائلهم بفئاتهم أن يعطوني الفرصة، وأنا أعاهدهم أمام الله سبحانه وتعالى أني سوف أكون ممثلا للمواطنين جميعا دون سواء، بغض النظر عن طائفة، بغض النظر عن قبيلة. اليوم يجب أن نقول كلمتنا يا أخوان، وأنا كل أمل فيكم أن تعطوني هذه الفرصة، ولي أمل كبير بالله سبحانه وتعالى، ولي أمل فيكم أيضا أن أمنح هذا الشرف الكبير وأكون خادما للوطن والمواطنين. طبعا اجتمعنا اليوم لمناقشة قانون هيئة سواق المال، واجتمعنا إلى رأي الأخوة في الهيئة، وقدمنا لهم التعديلات المقدمة من اللجنة ومن قبل الناس المختصين، والمقترحات المقدمة من الأخوة النواب تقريبا 5 مقترحات. طبعا تناقشنا في هذه المقترحات، بالتالي مو باجتماع واحد نقدر ناخذ رأيهم أو ناخذ موافقاتهم من عدمها. احنا يهمنا الجانب الفني في رأيهم، أما الموافقة والرفض هذه بيد المجلس، ولكن يهمنا رأيهم الفني بحيث أنه يطلع القانون بشكل جيد يعالج المثالب اللي كانت في القانون السابق. راح تكون في اجتماع أو اجتماعين في الفترة في الأسابيع القادمة لوضع هذه التعديلات بشكل صحيح، ليخرج القانون بشكل المطلوب ويعالج المثالب اللي كانت في القانون السابق. سمعنا تصريح للوزير قبل فترة أن تم توزيع 5100 وحدة سكنية، هذا إنجاز أيضا يحسب. إحنا لو نتكلم بشكل واضح أن معدل 15 سنة اللي فاتت لم يتجاوز التوزيعات في السنة من 2500 إلى 3000، فلما اليوم نشوف قرار، طبعا لأن هذه أولوية المجلس، فبالتالي تعاطت الحكومة مع هذه القضية بشكل جاد، نشوف أن في 5100 وحدة سكنية بالفعل تم طلبهم، نشوف أن في قبلها 2000 وحدة سكنية. عندنا وعود مؤكدة أن سيتم توزيع تقريبا 5000 أخرى لكي يصبح العدد 12000 وحدة سكنية هذه للسنة هذه. أعتقد أن هذا الرقم لا
لما يكون في سنة واحدة 12,000 وحدة سكنية مو حل القضية نهائي، لكن اعتبره إنجاز يحسب للمجلس والحكومة. وإذا استمرينا على هذا النهج أعتقد أن القضية يعني راح يعني يكون لها حل جزئي، خاصة أن في تعهد أن السنة هذه 12,000 والسنة اللي بعدها 12,000 والسنة اللي بعدها 12,000، يعني إحنا نتكلم عن 36,000 وحدة سكنية بالإضافة إلى التعديلات اللي راح نقدمها على قانون الإسكان تتيح للوزير إنشاء المدن الإسكانية. أعتقد أن إذا استمرينا على هذا النهج في حل القضية الإسكانية يعني راح يجنون الناس ثمارها أو راح يعني ينحل جزء لو بسيط، هذا ما قلناه سابقا، جزء بسيط من القضية الإسكانية اللي هي أولوية المجلس والحكومة. عبد اللطيف باقر، الدائرة الثانية. أنا رغبة مني في خدمة الكويت أولا والإصلاح والتغيير ثانيا، أود أن أبين للأخوة أن نحن جئنا من أجل التغيير، ونبين للجميع لابد من محاربة الفساد والعمل على الإصلاح والتنمية بعيدا عن الوعود الكاذبة والغير صادقة، وهذا ما لمسناه وشاهدناه في المجالس السابقة. ونحن في الكويت لدينا مشاكل عالقة، منها الرعاية السكنية والقضايا التعليمية والقضايا الصحية، والتي تحتاج إلى وقفة جادة وعمل صريح لكي نكون قادرين على حلها. وهناك الكثير من النواب يصلون إلى المجلس ولكن يتناسون مطالب الناخبين، وكذلك لا يلتزمون بتنفيذ برنامجهم الانتخابي. وأنا إن شاء الله سأعمل جاهدا إن شاء الله على حل كثير من القضايا التي تهم المواطنين، وأملي إن شاء الله أني أنجز في هذا المجلس إن شاء الله وأكون عند حسن ظن الجميع. مثل ما أنتم عارفين الوضع السياسي بالكويت الحين في الشارع، إما أنه معارض أو أنه حكومي، معارض لدرجة الصدام أو حكومي لدرجة الاستسلام، في حين أن غالبية الشارع، غالبية المواطنين بالكويت مو هذا اللي يبونه. هم يبون إصلاح، يبون نحل مشاكلنا لكن من خلال نظام البلد من غير صدام يأثر على الكويت. اللي نبيه إحنا أن نوصل نواب للمجلس يؤدون الدور هذا من غير ما يأثرون على النظام اللي موجود بالكويت. المسألة في الصورة طبعا الأساس في النائب مو أنه هو ضد الحكومة مثل ما وضح الدستور. النائب أو مجلس الأمة المفروض علاقته علاقة تعاون مع مجلس الوزراء، عنده وسائل للضغط إذا الوزراء ما قدروا يؤدون وظائفهم بالصورة المطلوبة منهم ويحققون للمواطنين ما كفله لهم الدستور. الله يعين إن شاء الله ونأدي الوظيفة إذا وصلنا بشكل مطلوب. أخوكم محمد خالد الرشيدي، مرشح الدائرة الرابعة، وأقدم نفسي للدائرة، وعندي قضايا بطرحها مثل القضية الإسكانية. هي القضية المهمة يعني اللي أهم ما تهم المواطن وتخصها هي القضية الإسكانية، لأن أنتم عارفين صار الحين الواحد يوصل عمره 40-45 سنة، يوصل بعد الزواج إلى 25 سنة يكبرون عياله، يوصلون تقريبا 25 سنة ما حصل على بيت ويلعبون بهالقروض. مثل هالقرض الحين 70,000 شو تكفي؟ ما تكفي شيء يا ابني. قالوا بنعطيكم 30,000. 30,000 هذه اللي صارت اللي عطوها المواطنين حولوها لغرفة التجارة. غرفة التجارة مثل في ناس الحين بيوتها واقفة وبيوتها متعطلة
والمواطن قاعد ينطر ينطر البيت الحين. البيوت الحين على أراضي واسعة، والدولة ما شاء الله خيرها زايد، وعندها ما شاء الله تبارك الرحمن الأرض واسعة ما شاء الله. إحنا نبي يهتمونا في هالقضية، هذه هي من أهم القضايا صراحة اللي تخص المواطن، وأبد ما عندنا شيء ثاني أكثر نقوله يعني. سعادة المندوب الدائم البروفيسور علي الطراح المحترم، سعادة الأخ الأمين عام اللجنة الوطنية عبد اللطيف بعجان الموقر، زملائي من منظمة اليونسكو السيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، إنه لشرف عظيم لي أن أكون بينكم اليوم ممثلاً لمعالي المديرة العامة لمنظمة اليونسكو السيدة إيرينا بوكوفا، وقد حال التزامها المسبق دون حضورها رغم حرصها الشديد للمشاركة، وقد كلفتني وزملائي من المنظمة أن ننقل لكم تحياتها وامتنانها وتقديرها الكبير لصاحب السمو أمير البلاد المفدى على رعايته هذه الاحتفالية الكبيرة لجائزة اليونسكو الأمير الراحل جابر الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، للبحوث والتدريب في مجال التعليم المقدم لصالح المعاقين عقلياً العام 2013. هذه الجائزة التي تختزل الأمير الراحل اهتماماته الإنسانية العديدة، وخاصة في مجال رعاية وتنمية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تعبر الجائزة عن ريادة الكويت في الاهتمام بهذه الفئة من الناس. لقد عملت الجائزة منذ نشأتها في العام 2002 بتمويل من دولتكم الموقرة على تشجيع ونشر الدراسات والأبحاث العلمية الدولية البارزة في مجال الإعاقة الذهنية من خلال مكافأة المساهمات التي يقدمها الأفراد والمنظمات والمراكز المتخصصة في هذا المجال. اسمحوا لي بداية أن أهنئ الفائزين بالجائزة، وقد تم اختيارهما من قبل لجنة تحكيم بارزة مؤلفة من 5 شخصيات معترف بها دولياً لعملها في التعليم الشامل. والفائزين اختيروا من بين 54 مرشحاً مقترحاً من قبل الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية التي تربطها علاقات شراكة رسمية مع اليونسكو، وهو أكبر عدد من الترشيحات المقدمة في تاريخ هذه الجائزة. إنها مناسبة للاعتراف دولياً بتفاني الأفراد والجماعات والمنظمات التي تسعى لتحسين نوعية التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. وكما أعلن في اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم وفي اتفاقية حقوق الإنسان ذوي الإعاقة أن حرمانهم من الوصول إلى التعليم الشامل هو انتهاك للحق في التعليم، وينبغي أن تتاح لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الفرصة لاكتساب المعارف والمهارات في جميع مراحل الحياة، وأن يتم تمكينهم من خلال التعليم المستدام لتحقيق كامل إمكانياتهم. تعزيز جودة التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية التي يعني وضعها سمو الأمير حفظه الله شيخ صباح الأحمد لدعم أصحاب ذوي الإعاقات الخاصة والذهنية، وتحت مظلة اليونسكو، وجعل جائزة مقدرة لكل من يقدم بحثاً أو مشروعاً أو فكرة تخدم هذه الفئة العزيزة علينا، هذه الفئة اللي تحتاج منا الرعاية والعناية، كذلك نحن نحتاج لهذه الفئة، لأنه أنا على قناعة دائماً وأرددها وأقولها وأرددها وأكررها دائماً بأن كل إنسان له طاقة وله قوة وله مصدر إلهام وله مصدر إشعاع ممكن أن يقدمه للمجتمع متى ما تم رعاية هذا الإنسان، متى ما تم اكتشاف هذه القوة والطاقة له، متى ما تم توجيهها لخدمة المجتمع. إذن يعني كل فئات المجتمع قادرة على أن تقدم ما لديها، ومثل ما شفنا اليوم هذا العزف المنفرد اللي قام فيه أحد أبنائنا من مدرسة النور اللي يعني استطاع أن يعني يقدم شيء رائع جدا، قد يعجز كثير من الناس أن يقدم مثل هذا
هذا العرض وكذلك بناتنا الصغار اللي قدموا شيء جميل لقيمة الوطن ولحب الوطن ولأداء الوطن. لذلك أنا أعتقد هذه الجائزة اللي تكرر وتكون تحت رعاية سمو الأمير وكلفني بالحضور فيها تعطي الوجه المشرق والوجه الإنساني والوجه التربوي التي يعني دائما تتميز فيه الكويت قيادة وحكومة وشعبا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يديم هذه الجوائز ويديم هذه التوجهات. واليوم الكويت تخرج مرة أخرى إلى يعني بعد فترة مرت فيها في شؤونها الداخلية، اليوم الكويت تخرج على وتقود مسيرة العمل الدولي، فمن جانب مهم وجانب لا يمكن أن يختلف عليه إنسان الناس وهو الجانب الإنساني. اليوم الكويت بدأت تقود هذه المرحلة بقيادة سمو الأمير وبتوجيهاته وكل العاملين في هذا الحقل لعودة الكويت لوضعها الطبيعي وأفضل موضعها في جانب من جوانب المهمة، خاصة ما يحدث في العالم من كوارث ومن حاجات إنسانية تريد من يمد لها العون وتريد من أن يسلط عليها الأضواء. احنا طبعا اليوم مؤتمرنا عن توحيد الرواتب، وراح نذكر بصورة مختصرة الإجراءات اللي قام فيها الاتحاد بالنسبة ومطالباته في توحيد الرواتب. احنا بداية تقدمنا بكتاب إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية نطالب بتوحيد الرواتب قبل 5 سنوات، وجزاه الله خير حول هذا الكتاب مشكور إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية. تفاجأنا بعد فترة ديوان الخدمة المدنية طلع علينا بالبديل الاستراتيجي، فطالبنا من رئيس مجلس الخدمة المدنية يشرحون لنا ما هو البديل الاستراتيجي. وحضرنا التقينا في مجلس عفوا في ديوان الخدمة المدنية بفريق العمل. تفاجأنا أن فريق العمل يتكون من رئيس الفريق، مع احترامنا طبعا للأشخاص، ولكن احنا نتكلم ك يعني من يجري الدراسة يجب أن يكون صاحب اختصاص في المجال، فهم أغلب اللي كانوا موجودين لا ينطبق عليهم البديل الاستراتيجي. وجدنا فريق العمل عضو من اللي هو عضو من شركة البترول، وعضو آخر من شركة الخطوط الجوية الكويتية أو مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، والعضو الثالث اللي وجدناه من معهد الكويت للأبحاث العلمية. الجميع ما ينطبق عليه البديل الاستراتيجي، فكون أن الدراسة تجرى أو الدراسة هذه تقام أو من يقوم بهذه الدراسة لا ينطبق عليهم البديل الاستراتيجي، احنا تفاجأنا في الواقع. وطالبنا لما شفنا المجموعة طبعا بعد عرض البديل الاستراتيجي علينا وأبدينا الملاحظات اللي تخصنا في البديل الاستراتيجي، طالبنا بكتاب رسمي من رئيس مجلس الخدمة المدنية أن نشارك كاتحاد في وضع هذه الدراسة وبدون مقابل. يعني احنا يهمنا مصلحة الطبقة العاملة. طبعا بعد ما أعلن رئيس الاتحاد الوطني لأعمال الموظفين الكويت موعد ومكان الاعتصام المحدد، طبعا الاعتصام أو الإضراب لم يأتي إلا بعد تجاهل السلطتين الذي هي التشريعية والتنفيذية. وللأسف يعني قمة المهزلة والسخرية في حقوق الموظفين من قبل السلطة التشريعية بعمل استبيان في مجمع تجاري. يعني هل تطبيق العدل والمساواة تتطلب من السلطة التشريعية عمل استبيان؟ طبق القانون، مواد الدستور اللي أديت القسم عليها وحلفت فيها طبقها، هل مادة 7 نص واضحة وصريحة؟ طبقها، تعمل استبيان، لا تستخف في عقول الموظفين. فالآن دورنا كمسؤولياتنا نحملها، ومن خلال هذا المؤتمر ندعو الاتحاد العام لعمال الكويت وجميع الاتحادات العمالية والمنظمات النقابية المستقلة وجمعيات النفع العام بالحضور والدعم المساندة
من أجل تحقيق مطالب العمال وفقا للدستور والقانون الذي كفلها لهم وهي حق مشروع لهم. لزاما الأخوان العاملين الالتفاف حول مصالحهم، وأنا أعتقد أن الاتحاد ما وصل لهذه المرحلة إلا بعد لم يكن هناك استماع، والمطالبات كأنها توجه ناس أصماء للأسف، لا من مجلس ولا من مجلس وزراء ولا من مجلس الأمة. لذلك هذه خطوة مباركة ونباركها بإذن الله، وإن شاء الله راح يتلوها خطوات أخرى، ولكن نتمنى من الله إنها توصل بإذن الله قبل 15/6 بإذن الله إن تنصلح الأمور لا للاتحاد ولا المؤسسات النقابية تود الوصول لهذه المرحلة. الهدف المنشود هو تحقيق مصالح العاملين. إلى متى يا حكومة؟ إلى متى يا حكومة هذا التسفيه في الرأي؟ لم يكن هناك جدية في اتخاذ القرار أمس. الاتحاد الوطني وأنتم كنتم موجودين مستضيفين الأخوة المسرحين، شيء مخزي. 600 مواطن لم يحصلوا على حل. فالآن نحن نحذر رئيس الحكومة، نتمنى من الله أولا ثم منكم بديل استراتيجي يبين فشله، بين فشله. إذا كان القائم على البديل الاستراتيجي وكيل مساعد له أمضى في الخدمة 30 سنة، بعد 30 سنة أحيل التقاعد وراح وقضبوه البديل الاستراتيجي ولم يكن هناك أدنى نتيجة. بديل الاستراتيجي الجميع يعلم والموظفين يعلمون صار له أكثر من 2 سنين، ولكن للأسف. فهذه خطوة مباركة وبإذن الله لمسنا الشارع ولمسنا العاملين في الوزارات، وكان شغلهم الشاغل متى يكون الاعتصام. إخواني، بعد إعلان الاتحاد الوطني لعمال موظف الكويت إعلان الاعتصام إن شاء الله في 15/6 نعلن نحن نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة مساندتنا لهذا الاعتصام للظلم اللي وقع على أغلب موظفي الدولة من تفاوت الرواتب، وهذه مسؤولية الحكومة. ومثل ما قال رئيس الاتحاد المهزلة اللي صارت في مجمع الأفنيوز العمل استبيان، نحن دولة مؤسسات ودولة قانون، وعندنا مجلس أمة مشرع كان يفترض أن هذه القوانين تناقش وتطرح في قبة البرلمان بين أعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية، لكن أن ينزل المسؤولين وأعضاء مجلس أمة إلى الشارع في المجمعات فهذه يعني مرفوضة منا إحنا كأعضاء الاتحاد. والأمانة إن شاء الله مثل ما قلت إحنا راح نكون مشاركين في هذا الاعتصام، وندعو جميع المنظمات النقابية والقوى السياسية للمشاركة في هذا الاعتصام. أوجه رسالة لأعضاء مجلس الأمة وأعضاء الحكومة، أقول لكم يا أخواني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسؤوليتكم وهذه أمانة وأنتم مسائلين عنها يوم القيامة، ونرجو أن الأمور ما توصل مثل ما إحنا نبي الأمور إن شاء الله تنحل داخل المؤسسات وداخل المؤسسة الحكومية وفي مبنى عبد الله السالم اللي هو مبنى أعضاء مجلس الأمة. دكتور مبارك واسمي فيصل الضفيري، مرشح للدائرة الرابعة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ. إحنا مشاكلنا بالبلد يمكن كثيرة، وأول مشكلة يمكن عندنا أو أهم مشكلة عندنا أنتم يا الإعلام. يا الإعلام أكبر مشكلة عندنا صراحة، تسلطون الأضواء على قضايا معينة وتركزون عليها كأنها هي أهم شيء، كأنها هي المصيبة هالقضية هذه، وتتركون قضايا أهم منها بكثير وتهم المجتمع كافة. هذا نقد بسيط، يمكن تقبلونه يمكن ما تقبلونه. خلنا نتكلم بس بعد إذنك واللي تسألونه إن شاء الله. نبدأ نقول إحنا
في مشكلة الصحفيين احنا نتكلم عليها، هذه يمكن نقطة أساسية أعتبرها أنا بالنسبة لي أنا. وبعدين عندنا نتكلم عن حكومتنا. حكومتنا نتمناها والله أحسن حكومة في العالم، ودنا ندافع عنها، ودنا نكون أحسن بالعالم كله، ولكن الأمر ما في شيء إيجابي أو طرح إيجابي أو نتائج أساس الشخص يدافع عنهم أو يتكلم معاهم. إحنا نقول معارضة، والمعارضة المعارضة قوتها من ضعف الحكومة، هذا شيء واضح للجميع بلا خلاف عليه. إحنا نقول المشكلة الحكومة هذه أو الحكومة السابقة أو كذا، وهذا نهج لازم يتغير. النهج الموجود تغير الأشخاص، تغير الوزراء، بس النهج هو ما قاعد يتغير، وهذه مشكلتنا الأساسية في البلد. ونتكلم على نقاط أخرى، نتكلم على الأجيال القادمة أو أرصدة الأجيال القادمة. زين، الأجيال القادمة إحنا نعرف نسمع فيها صارنا 50 سنة. الأجيال القادمة أبهاتنا الله يرحمهم وحنا موجودين الحين، وعيالنا الحين وصلوا خلصوا الثانوية، منهم الأجيال القادمة؟ نبي تعريف محدد لها، والشعب كله ما في أحد يحدد لك منو الأجيال القادمة، أي جيل تكلمون عليه. هذا من ناحية الأجيال القادمة. وبعدين نرجع القضية اللي هي تعم الشارع كامل، هي الصوت الواحد أو 4 أصوات، دستورية أو غير دستورية. حنا نتكلم أنها دستورية أو مو دستورية. إذا الصوت الواحد يعتبرونه حاليا يوم محكمة المحكمة الدستورية أنه دستوري، في أكثر الأشخاص قاطع وكذا ورأيهم ونحترمهم. زين، احنا كان يوم من الايام 2008 تغيرت الدوائر وتغيرت الاصوات من 5 إلى 4. قلنا احنا كاغلية من الشعب او الصوت الصامت من الشعب ان هذا في ما في عدالة. 5 ب4، دائرة 100,000 ودائرة 3,000. في شخص بدائرة يجيب 10,000 وما ينجح، ونفس الدائرة اخرى بالكويت نفسها يجيب 3,000 ونائب بالمجلس. أين العدالة؟ أين العدالة ما دام نتكلم عن عدالة؟ الاسم نواف مشعل صويط، الدائرة 4. طبعاً أنا مرشح نفسي انتخابات تكميلية، يعني كبرنامج انتخابي واللي هو المحافظة على الدستور وقوانين البلاد، وأحاول أكمل الإخوان لمجلس الأمة، وإن شاء الله أن نقدر نقدم شيء نخدم فيه البلد. سلامتكم، إذا حب أحد يسأل تفضل. القضايا اللي تشغل بالك فيها؟ والله قضايا كثيرة طبعاً. القضية الرئيسية اللي شغل الشارع، مو شغلة بالي، شغلة الشارع، اللي هي قضية الفساد. لا شك أن الكل يدري أن الفساد يعني استشرى في البلد، يعني ما في لا كبير ولا صغير. الفساد عموماً بكل بلدان العالم، لكن بنسبة معينة. إحنا الفساد عندنا زاد تضاعف عن الأفرج، يعني صار يعني ماكسيموم الحين الفساد، يعني كل دول العالم، مهما الدول المتحضرة الدول كلها فيها فساد، لكن المشكلة إن دولنا، يعني دولتنا ما تعودنا على الفساد بالطريقة هذه. يعني إحنا لنا غير القانون وغير الدستور في دولة الكويت، يعني جبلنا على شيء معروف اللي هو العادات والتقاليد. يعني قبل حتى كان الفاسد أو الفاسدين ما يظهرون يعني إعلام بكل وقاحة يعني يتكلم، الآن الفاسد يعني الفاسدين يطلعون الإعلام قمة الوقاحة ويتكلم، ويعني على قولتهم يكون واضح أن فاسد وما عنده أي مشكلة في الموضوع. بالمناسبة أنا أشغل اللي هي الجمعية الكويتية، جمعية مكافحة الفساد مؤسسات الدولة، وسابقا كنت طبعا تحت الإشارة، وقاعد أحاول أحارب الفساد كثر ما أقدر. يعني في قضايا فساد يعني أنا وصلت فيها، يعني قضية فساد كانت كبرى، يعني كنت أحاول ما أضخها بالإعلام، أحاول قضية توصلني. تدرون البلد مو محتاج مشاكل، يعني اللي فيه كافي، فكنت اخذ القضيه لما توصلني واروح للمسؤول في الدوله، اعلى جهاز في الدوله، يا وزير يا وكيل، اقعد معاه واقول له شوف هذه قضيه فساد، انطر رده فعل الوزير، اذا تحرك فيها على قولتهم كفى الله المؤمنين شر القتال، واذا ما تحرك مضطر انه حقيقه. لقيت تجاوب، يعني اي وزير لما تلقى عليه قضيه فساد وتقول له تعال هذه قضيه فساد، اشوف الناس تشتغل فيها صراحه. لكن سؤال اخوي ليش تنزل، وهم بعد في سؤال ثاني ليش ما تنزل؟ إذا كل واحد فينا إحنا ككويتيين
بنقول والله يعني كوطنيين، انا اتكلم عن الوطنيين ونعم باللي بالمجلس، انا يعني اخواننا اللي بالمجلس، لكن انا وجهه نظري ان انكفائنا وكل واحد فينا يقعد بالبيت، وعلشان والله احنا والله هذا سين معارض وهذا، هذا مو منطق، مو منطق، مو صحيح تترك الـ 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 الارض وال 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 والكويت كلها تتركها. احنا بعد مشاورة أهل الدائرة توكلنا على رمزنا الانتخابات. للأمانة مجلس الأمة هي سلطة تشريعية، وإخواننا مجالس السابقة كلها فعلت الدور الرغابي أكثر من الدور التشريعي. لازم يكون للدور التشريعي لا يعني الرغابة مسموح لأعضاء مجلس الأمة والاستجواب وغيره وغيره، بس للأسف الشديد تزمتوا في هذه النقطة ونسوا الدور التشريعي. يعني ما نشوف اللي جاء مجلس الأمة قرارات تشريع قوانين، ما شفنا من الأمور هذه كلها. وفي شغلة ثانية، يعني أنا شفت مؤتمرات صحفية عندكم هنا عن قضية البدون وعن قضية المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي، هذا مواضيع عالقة صار لها سنين، ما شفنا أي حل لهم بالساحة نهائيا. عقدت اللجنة التشريعية والقانونية اليوم اجتماعها 31، وكان على جدول أعمال 4 بنود. طبعا أهم بند في جدول أعمال بند الأول، وهو أعتقد من أهم الاقتراحات بقوانين، وهو تعديل على قانون إنشاء المحكمة الدستورية وتنظيمه. وهو هذا الاقتراح أعتقد اللي كان يعني يشغل الساحة السياسية، وأعتقد أنه كان فيه إجماع عليه من جميع التيارات السياسية، وأغلب مجالس الأمة الماضية كانوا يحاولون قدر الإمكان الوصول إلى هذا الإنجاز التشريعي، وهو حق اللجوء للمحكمة الدستورية مباشرة من قبل المواطنين بالإضافة للجمعيات والنفع الهيئات والنفع العام. طبعا هذا القانون اليوم أقرت اللجنة التشريعية، ونحاول قدر الإمكان إن شاء الله أنه يعرض في الجلسة القادمة يوم 10/6 ويقر ويعتبر من ضمن إنجازات هذا المجلس وهذا الإنجاز والتطور التشريعي المستحق من سنوات. وضعنا طبعا ضوابط على هذا الأمر راح يكون فيها تفصيل إن شاء الله في الجلسة القادمة لمجلس الأمة. طبعا أقرت اللجنة التشريعية، طبعا هذا الاقتراح بالمحكمة السورية أقر بإجماع الأعضاء الحاضرين، وايضا اقرينا اليوم باجماع الاعضاء الحاضرين قانون المقترحات بقوانين في شان العماله المنزليه، في شان انشاء شركات او تنظيم العماله دخولها وخروجها وكفالتها، وهذا ايضا قانون مستحق يعاني منه المواطنين من الثغرات الموجوده في القوانين الحاليه، وان شاء الله نحاول قدر الامكان انجازه في دور النقاد الحالي. وايضا اقرت اللجنه التشريعيه باجماع الاعضاء الحاضرين اقتراح بقانون في شان انشاء مدينه صباح الاحمد المتطوره، فهذا المقترح أيضا عملي ويساعد في تسهيل إنجاز أو تسهيل مشكلة الإسكان، لأن في الحقيقة الأمر هذا يوفر أكثر من 35,000 وحدة سكنية. فهذه المقترحات الثلاثة اليوم نعتبرها إنجاز للجنة التشريعية حتى يكون إن شاء الله في نهاية النقاد الحالي يصدر فيها قوانين متر. طبعا احنا رجلنا اليوم قانون محاكمة الأسرة لطلب من وزارة العدل هذا التأجيل حتى يكون رأي الوزارة فيه وافي وشافي في هذا الأمر. في البداية أود أن أشيد وأشكر اللجنة التشريعية على سرعة إقرارها لقانون حق المواطن باللجوء للمحكمة الدستورية مباشرة مع بعض الضوابط. هذا القانون تقدمنا فيه في البداية لإيماننا أن كل أو كثير من المشاكل السياسية في الكويت أو كثير من القضايا السياسية في الكويت كان غلافها سياسي لكن في باطنها دستوري قانوني. يأتي هذا التعديل ليقطع دابر الخلاف السياسي على كثير من القضايا الدستورية. عشنا في قضية حقوق المرأة السياسية عشرات السنين للنقاش حولها، وهي قضية دستورية بحتة. ما كان يجب أن تأخذ حقوق المرأة السياسية عن طريق البرلمان، فكانت تنصف آنذاك، أو كان يجب أن تنصف عن طريق مواد الدستور وليس قانون وزارة الداخلية المعيب في ذاك الوقت. كثير من القضايا، هناك قضايا الأحوال الشخصية وقضايا التعليم وقضايا التعليم العالي وإنشاء الجامعات وقانون الانتخابات التي تحوم حولها شبهات دستورية، الآن نتطلع لأن نقر هذا التعديل في الجلسة المقبلة أو على أبعد تقدير
قبل نهاية دور الانعقاد ليتسنى لكل مواطن يرى مثالب دستورية على أي قانون أن يطعن به مباشرة للمحكمة الدستورية، وبذلك نكون قد أعدنا للأصل الحق. فالنواب ينوبون على المواطن وهم بالوكالة. في السابق حق اللجوء للمحكمة الدستورية اختزل في مجلس الأمة والحكومة، واليوم أصبح للجميع. بعد نأمل أن يتم التعديل على هذا القانون، وبعده لا نخاف من وجود أي أغلبية متطرفة، فحق الأقليات يكون مكفولا من خلال هذا التعديل. فنود بعد جلسة 11/6 أن نبارك للشعب الكويتي. أما على صعيد آخر وهو القضية الإسكانية، وهي القضية الأولى في هذا المجلس، سيتم الاجتماع مع وزير الإسكان ومع فريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد ما انتهينا من وضع جدول سنوي بتوزيع 12,000 وحدة سكنية سنويا. اليوم نتجه لأمور تفصيلية أخرى، أن يكون هناك جدول مفصل نعرضه على المواطنين في يوم الأحد بعد اجتماع اللجنة الإسكانية، بجدول توزيع 12,700 وحدة سكنية خلال العام الحالي التي ابتدأت من يوم 31/3/2014 وتنتهي في يوم 31/3/2015، وخصوصا بعد تحرير أرض تتسع ل 43,000 وحدة سكنية. اليوم نرى هناك جدية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية. البعض يهاجم، أما عن دراية أو غير دراية، أو يلمح أن اللجنة الإسكانية تطلق التصريحات فقط، فلم نطلق أي تصريح نحن غير مسؤولين عنه. تم توزيع 1,000 وحدة سكنية، وتم تخصيص 1,000 أخرى، ومن ثم الأسبوع الماضي تم تخصيص 5,196. إلى الآن لم نصل إلى 12,700، لكن هذه التوزيعات لا زالت تاريخية بتاريخنا اليوم. فالعمل متواصل، مراقبين لأداء المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزير الإسكان، ونأمل أن نقدم لكم في يوم الأحد جدول تفصيل بهذه التوزيعات. شكرا. طبعا للأسف إحنا في المجالس السابقة كلنا لاحظنا أو كنا نتوقع ونأمل تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل إنجاز ودفع عجلة التنمية، وإنجاز اللي كنا كل مواطن يتمنى عنده تطلعات في هذا الوطن. طبعا بالنسبة لبرنامجي، أنا ما عندي برنامج، ما حطيت لي برنامج، لأن أنا بالنسبة لي أشوف أن الكويت في جميع قطاعاتها والجهات الحكومية فيها مشاكل تحتاج إلى تنمية وتطوير. طبعا ومن وجهة نظري هذه المشاكل نقدر نحلها، بس نحتاج شغلتين أساسيتين، اللي هي أول شيء نحتاج صاحب قرار يكون صار محازم. طبعا قراراتها لازم تكون تصب في مصلحة الكويت ومصلحة المواطن بالدرجة الأولى، بعيد عن المصالح الشخصية. والحل الثاني اللي ممكن يحل لنا كل هذه المشاكل الموجودة اللي هي تطبيق القانون. طبعا احنا شنو نبي؟ نبي تطبيق القانون على الوزير قبل الموظف، وعلى النائب قبل المواطن. اذا بسوي مقارنات بين مجلس حالي ومجلس سابق، انا كنت عضو في المجلس السابق المبطل، فلذلك اكيد مجرد ما اقارن بيقول اكيد راح يطبل حق مجلسه، لكن هذه حقيقه واقعه. المجلس المبطل الثاني اللي هو مجلسنا كان من اكثر المجالس، وبشهاده الكل من اكثر المجالس انجازا على يعني تاريخ الكويت، من اكثر المجالس تقديما للمشاريع. هذا المجلس ما زلت ارى في امل، ونعطي فرصة، خلونا نعطي فرصة. رأي الأخوة المستغلين يحتفظون فيه، طبعا أحترمه جدا، لكن أنا أعتقد أنهم استسلموا بسرعة، كان بإمكانهم الاستمرار،
وأرى بريق أمل إن شاء الله. أنا متفائل، هناك الكثير من الشرفاء داخل المجلس، الكثير دون طعن أو تجريح لأي نائب داخل المجلس، لكن أنا على يقين أن الموجودين أكيد هناك من لهم مصالح شخصية بلا شك، لكن الكثيرين لهم أكيد مصلحة تهم الوطن. إذا حالياً ما سعى إلا مصالحه الشخصية، هناك من راح يحاسبه بالشارع، هناك ناخبين راح يحاسبونه، راح يضغطون عليه، راح تكون نهاية سياسية لا إذا استمر بما هو يستمر عليه. أخوكم مرشح الدائرة الرابعة عبد الله باقر. في بداية الأمر الكل يعلم إحنا أتينا للانتخابات التكميلية بعد استقالة الإخوان الأعضاء اللي كانوا موجودين والأخت معاهم الفاضلة في تقديم استقالتهم، من وجهة نظرهم طبعاً نحترمها، بأن إحنا كنا نتمنى حقيقة أن كان يكون الأمر في المواجهة، على أساس أن إحنا عارفين الوضع كلهم يكملون بعضهم كأخوان وكأعضاء في المجلس، ولكن وجهة نظرهم نحترمهم، هذه سنة الحياة طبعا، ناس تروح وناس تجي، أعضاء تقدم استقالتها، أعضاء تجي جديدة، فإحنا ما نبندش في تفاصيل أكثر في هذا الموضوع لأن أخذ حق الإعلامي من أغلب أخواني المرشحين وأغلب الأعضاء في مجلس الأمة. لذلك نتمنى في المرحلة القادمة احنا نلتمس صراحة في هذا المجلس، خصوصا ان هناك اللي يقال واغلب التحاليل ان 4 سنوات سوف يستمر هذا المجلس، نتوقع وان شاء الله نتأمل من هذا المجلس بان يكون على طموح المواطنين في 3 سنوات القادمة بعد طبعا ما طاف سنة من المجلس، ونتأمل ان يتم التعاون بين السلطتين بكل صراحة، التعاون مع السلطتين في إنجاز مشاريع التنموية. المواطن اليوم الكل عارف منتظر الإنجازات، وما نبي نكرر، يمكن الكل كرر في هذه المنصة والكل كرر من إخواننا اللي حالفوا من الحظ الآن موجودين في مجلس الأمة، من باب التنمية، من باب الإسكان، القضية الإسكانية، القضية التعليمية، القضية الصحية، الحقوق المرأة، قضية إخواننا البدون، فهذه البطالة اللي موجودة، هذه قضايا كلها حساسة يجب على المجلس أن يتخذها بعين الاعتبار بالتعاون مع الحكومة، خاصة أن المجلس جاء ليمد يد العون للحكومة، قال إحنا مستعدين نتعاون مع الحكومة، والحكومة أيضا لديها بعض القرارات للأسف، يعني إذا في تعاون مجلس لازم يصير ردة الفعل إيجابية من قبل الحكومة، لكن إحنا نلتمس ان في الوضع هذا اللي قاعدين نشوفه والايام اللي طافت والسنه اللي طافت من الدوره الانتخابيه ما شفنا صراحه. اليوم الكل عارف القضيه الاسكانيه باتت تؤرق جميع المواطنين صراحه، في ظل ارتفاع الاسعار الاراضي السكن، في ظل اسعار الاجارات، مع العلم احنا سمعنا بادره طيبه وايجابيه ونذكرها، اذا كانت ايجابيه من طرف الحكومه نذكرها، اذا سلبيه نذكرها، الا وهي 12,000 وحدة سكنية قالوا راح نوزعها خلال كل سنة. هل هذا الكلام إذا أصبح حقيقة، احنا عندنا 120,000 ما يقارب في الإسكان ناطر دور، إذا صار 12,000 سنويا انتهت المشكلة، 10 سنوات الشعب مو مشكلة يقول لا حول ولا قوة ننتظر، مع العلم الأراضي المبنية بالكويت من ناحية السكن 9-10%، لو نزيدها 2% انتهت القضية الإسكانية. طبعا الكل تكلم في القضيه الاسكانيه، وبعض الاخوه قالوا راح نلقى حل فيها، وبعض الاخوه تكلموا فيها والحكومه، لكن اذا كان الحل فعلا بيد الحكومه تستطيع ان تحل هذه المشكله. اي احد يقوم بهدر الماء أو الكهرباء سنوجه له أيضا إنذار، وهذا الإنذار إذا لم يستجب سيوصل إلى المحاكم. فحنا ليش حنا توصل الأمور هذه؟ حنا الآن مقبلين إلى شهر رمضان، شهر رمضان يعني الإنسان والجو حار، فيجب علينا أن نهتم بتقليل الماء، نهتم بالأمور، يعني إذا في حجرة أو في مكان أنا ما بها، ليش أنا أشب الكهرباء في الحجرة هذه؟ أو ليش أنا أشب مثلا المكيف؟ لا، أنا اللي أحتاج له أستخدمه، ولا ما أحتاج له ما. فبذلك ولذلك يعني أنا يعني أشيد بوزارة الكهرباء والماء اللي استطاعت أن تقلل من
استهلاك الكهرباء والماي في مؤسساتنا الحكومية. يعني لا أذكر أنا الرقم، ولكن ما أدري يمكن 300 مليون دينار وفروا أو أكثر بعد وفروا، لأن قامت بعملية حملة كبيرة جدا على مؤسساتنا سواء الوزارات أو مؤسساتنا الحكومية كلها. حنا الآن دور المواطن أنه يجب عليه أن مدام هناك في تحذير من وزارة الكهرباء والماء، إذا أنا لازم أتقيد بهذا التحذير. بعدين يعني الدولة قاعدة تحمل وايد، يعني حنا الكهرباء فلسين، الدولة تحمل 40% تقريبا، ونفس الشيء الماء. فإذا الدولة سهلت لنا هذه الأمور ووفرت لنا، إذا أنا بدوري لازم أني أنا أحافظ على هذه الطاقة، أحافظ على هذه النعمة. إذا لم أنا صراحة حيكون هناك في مشاكل حتحدث، واللي يعور القلب لما أنا أي وأدور في المنطقة، أنا أدور يعني كل يوم أدور مثل قطعة أربعة، لما أشوف من العمالة المنزلية قاعدة يستخدمون الهوز بكثرة على غسيل السيارات، هذه مو بس غسيل السيارات، يعني هو يعيز إنه يخم أو يكنس التراب اللي يم الرصيب، فبدل ما يكنسه يروح يضع الهوز ويمكن صرف، الله أكبر. فهذا البروشور لما أنا أشوف أي بيت أطق الباب وأعطيهم إياه وأقول لهم سلموه حق راعي البيت، وهذا شنو في عزيز المواطن، مراقبة العمالة المنزلية في استهلاك المياه مسؤولية وطنية. نجد نفس المشكلات التي يعاني منها المواطن والوطن منذ سنوات، هي نفس المشكلات التي نتمنى أن تكون لها حلول سواء عن طريق الحكومة أو المجلس. المواطن طبعا محبط، المواطن في حالة عدم رضا لا عن الحكومة ولا عن المجلس، وأنا ماني من اللي يعني ماني من اللي ينتقد المجلس مثلا أو أداء المجلس، بالعكس هم أخوان عزيزين وغالين علينا، لكن المواطن وإحباطه فقد الثقة في الحكومة والمجلس. قبل إذا كنت تبي تنجح سب الحكومة، يقولون الآن لا سب المجلس والحكومة. فعلا من خلال زياراتنا للدواوية الناس يقولون الحكومة مو قاعد تقدم شيء، كذلك مجلس الأمة مو قاعد يقدم شيء، المجلس هذا ما في أي قرار شعبي وصل للمواطن. عندنا مشكلات كثيرة، المشكلة تبدأ عندنا بالكويت، أن احنا في بلد ما شاء الله تبارك الله وتعالى أنعم الله عليه في كثير من الخيرات، ولكن هذه الخيرات لا يشعر فيها المواطن ولا تنعكس على حياته ولا قاعد يشوفها. معونات قاعدة توزع يمين وشمال وعلى كثير من البلدان، وهذا حق الكويت إلى وهي سياسة خارجية نعتز فيها، وهذا يعني شيء طيب من الكويت وأهلها، لكن حتى المواطن لحق على بلده ولحق أنه يشعر أنه يعني التنمية موجودة، لحق أنه يكون عنده سكن، لحق أنه يحصل على رعاية صحية جيدة وتعليم جيد. الحكومة تصرح تقول أن دخل المواطن الكويتي في المرتبة الثانية خليجيا، طيب نقدر نعرف وين هالدخل؟ المواطن قاعد يدفع نص راتبة إيجار الآن، نص راتبة إيجار إذا بنتناول القضية الإسكانية قاعد يدفعها لمدة 15 سنة تقريبا، والمشكلة الإسكانية تبقى دائما بلا حلول، مع أن في أراضي عندنا ونسمع أن وزارة النفط يعني عطت البلدية وتنازلت عن كثير من الأراضي لها، ولكن حتى اليوم هذا ما في حل قضية الإسكانية. نتذكر احنا على أيام المجلس السابق وجود المهندس سالم الأذينة جزاه الله خير، وقعدنا معاه وكان عنده توجه ومنظور جيد في هذه القضية الإسكانية، وبذلنا مجهود كبير معاه وساعدناه، لكن للأسف يعني نجد أن الخطط عندنا في الكويت تتغير بتغير الوزارة. اليوم الوزير يجي قاعد يعطي رؤية معينة وحلول معينة لأي قضية كانت، تمام، نجي بعدها يطلع الوزير هذا من الحكومة يستلم الوزير الثاني ويبدأ بخطة جديدة ومجهود جديد وتعب جديد، فمكانك راوح. عمار عبد العزيز قاسم مسيري، مرشح عن الدائرة الثالثة. طبعا تقدمت بالترشح لعضوية مجلس الأمة لأسباب عدة، منها احنا الشباب نتلمسها بالآونة الأخيرة للوضع الحالي اللي حادث بالشارع، تناحر أقطاب الأسرة وأبناء المال والنفوذ
هو سبب فشل الحكومات وفشل التنمية عندنا والاقتصاد والصحة. أسبابها كلها هي أغطاب الأسرة الحاكمة وتدخلاتها في أمور لا تعنيها في البرلمان والحياة السياسية. طبعا احنا عندنا أحلام الشباب، الشاب الكويتي مو طامح انه يكون عنده طيارة ولا هليكوبتر عند باب بيته، طالب يكون عنده أستاذ يتشرف فيه قدام الناس. احنا عندنا أستاذ جابر صار له أكثر من 7 سنين متوقف، والسوبرمان صاحب هذا المشروع مو قادرين يجيبونه يحاسبونه على أخطاء الموجودة، وذلك جامعة الشدادية صار لها أكثر من 10 سنين متوقفة بنفس المنهج ونفس الشخص ونفس السوبرمان هذا اللي مو قادرين ينتل. يا جماعة احنا عندنا الأجواء السياسية بالكويت متوترة لأبعد الحدود، وأسبابها أغطاب الأسرة الحاكمة وأصحاب المال والنفوذ. الجو بالشارع قاعد يذكرنا في السنوات التي كانت قبل الغزو العراقي القاسم للكويت. اللعب كان يدار قبل الغزو من تحت الطاولة، انقلبت علينا الطاولة بدخول صدام قاسم على أرض الكويت. واليوم نفس الشيء، اللعب قاعد يدار من تحت الطاولة، سننتظر متى تنقلب الطاولة علينا، ولكن هذه المرة غزاتنا ليس من الخارج، غزاتنا هم أبناء هذا الوطن، الناس اللي طامعين بأن يسرقوا ثروات هذا الوطن من رحم الشعب الكويتي. علي طالب شو اشتري دائرة ثالثة؟ قاعد الواحد قام يستحي يوقف ينظر على الشعب ويعطي وعود واسكان وراح نسوي لكم وراح نعطيكم ويبيع كلامه يساحل الشعب ويقص على الشعب. انا باختصار مواطن نازل ما اتوقع في كلمتين حلوين ما قالوا. اذا عندكم كلمتين حلوين ما حد قالهم اعطوني اياهم خل اقولهم الحين. باختصار يبقى انا مواطن نازل لاني شيعي ينتقد كل يوم ويقول احنا اكثر ناس مهضوم حقنا بالكويت ويروح يدافع عن الحكومه بكل مواقفها، ولاني سلفي يروح يقول الديمقراطيه حرام ويروح يشارك فيها، ولاني من الاخوان يروح يقول ما نبي نستغل الدين بالسياسه واكثر واحد يستغل الدين بالسياسه، ولاني قبلي يقول ما نبي واسطات وما نبي محسوبيه واكثر ناس يعتمد على المحسوبيه، ولاني تاجر يبي عداله ومساواه وماكل الديره من هالشق لهالشق. انا باختصار مواطن اتوقع الفساد بين والحق بين، واللي يبي ينزل مصلحه حق مصلحته الشخصيه هم موضوع يعني واضح. وباختصار يعني انا مو مجهز شيء صراحه، هذا باختصار، والله يوفق الجميع ان شاء الله.